إنه بريتا بتقدر تعمل فينا شو ما بدها. شفتي اليوم مونا طالعتها من البيت وهالشي كان بسبب إهمالك، وبتمنى بكرة بريتا ما طالعنا من البيت بسببك. تقلعنا من البيت؟ كيف بدها تقلعنا؟ هي بتقدر تعملها ببساطة. إذا بتطالع ما هيش من الأبو بتقعده بالبيت، وإذا ضلت بريتا عم تراقبه وتعتني فيه وتخليه يقعد مع العيلة، وقتها هو أكيد رح ترجع الذاكرة تبعه، يعني هو رح يرجع طبيعي، ووقتها رح نوقع بمشكلة كبيرة، رح تنكشف خطتنا وننفضح. شوفي شو ما صار أنا بقدر أنقذ حالي، بس بتمنى أنه بريتا ما تطالعنا من البيت بسببك، مفهوم؟ ألف مبروك وأهلا وسهلا برجعتك بريتا. أنت هزمتي الموت ورجعتي لنا. إلا كان جهز حالك لدمارك هالمرة، ما رح تنفذ مني لأني خططت منيح لحتى أهزمك وطلعك من هالبيت، وهلأ بالبداية رح تخسر شغلك. أنا ما بقى أتحمل وجودك بحياتنا أبداً، لأنك أنت صرتي خطر على عيلتي كلها. بريتا، أنا بكرهك يا بريتا، أنا بكرهك كتير. أنت غلطتي غلطة كبيرة بتقليع مونا، خربتي لي الخطة اللي كنت راسمها. إذا فشلت خطتي حياتي رح تتدمر، وأنا ما رح أسمح بهذا الشيء أبدا. لا، ما لازم استسلم هلأ. لو شو ما عملت فيني بريتا ما رح خليها تهزمني. أنت صح قلعتي مونا، إيه، بس أنا رح أعمل شغلة ما رح تخطر ببالك وخليكي توضعي هالدنيا. أنا بكرهك، أنا بكرهك بريتا، أنا بكرهك كتير. بريتا، أنا بدي أتشكرك لأنك قلعتي مونا، بتشكرك من جوات قلبي. ايه، بس انا ما عملت هذا الشيء مشان اي حدا بالبيت، انا طلعتها مشاني، لانه مونا ما كانت تسمع كلمتي ابدا، كانت تتوقح معي، وانت بتعرفيني ما بحب الناس اللي بتتوقح وبتعمل مشاكل، ولهيك طلعتها. شو ما كان السبب اللي خلاك تقلعي مونا من البيت، منيح انك قلعتيها، وهيك مو بس مشاكلك انحلت بطلعتها، ومشاكلنا كمان انحلت بعد ما تقلعت مونا، ارتحنا كتير. لهيك انا مبسوطة وما بيهمني شو ما كان السبب يلي قلعتيها مشانه ابدا، وبتشكرك كتير. مرت عمي راكي، ما فيني قلك يلي حاسة فيه، بس انا كتير فرحانة بشوفتك مبسوطة لهالدرجة، وما فيني اوصف لك فرحتي. بريتا، بدي أطلب منك شغلة صغيرة. اليوم بيكون عيد ميلاد ماهيش، بدي أسألك إذا فينا نعمل حفلة صغيرة ونحتفل. أنا مو نسيانة هالشي، وما كان في داعي تجي تقولي لي، لأنه نحن أكيد لازم نحتفل بعمي ماهيش. حفلة؟ شو ما بتشبعوا حفلات؟ نحن إذا منضل نعمل حفلات رح نصرف مصاري كتير. بس فينا نعمل شغلة، فينا نحتفل بعيد ميلاده هيك عالضيق، بس ما نعزم ناس كتير، يعني ما نعزم غير المقربين منا كتير، ونعمل حفلة عيد ميلاد صغيرة هون، وبهالحالة ما منتكلف مصاري كتير. ماشي، شكراً كتير إلك. خلص خلينا نحتفل فيه بالطريقة اللي بتناسبك أنت. ماشي، معناتها نحن الليلة رح نحتفل سوا بعيد ميلاد عمي ماهيش. بس في شغلة، إذا منطالع عمي ماهيش قدام الكل بالحفلة منكون عم نخاطر شوي، لأنه هو يمكن يعصب ويهجم على شي حدا ويسبب له الأذى، أو يمكن يحاول يضرب حدا من الموجودين. شو لازم نعمل برأيك؟ أنا فكرت فيها وفي عندي حل بيرضينا، وإذا بدك فيني أقوله.
يلا احكي لي. ليش ما منطالع عمي ماهيش من هلأ لوقت الحفلة ويقضي النهار معنا؟ برأيي إذا طلع من هلأ وقعد مع عائلته وشافنا كلياتنا حواليه بعتقد إنه رح تهدأ أعصابه أكيد ورح يكون مرتاح كتير، وهيك لبين ما تبلش الحفلة بيكون تعود على الجو أكتر وما بظن إنه رح يعصب. ومنضمن إنه يضل عمي هادي وما يعمل أي شيء قدام الضيوف بوقت الحفلة، مشان هيك بظن إنه لازم نطالع عمي ماهيش من الأبو ونقعده بغرفته ومنشوف وضعه ومنراقبه. أنا هذا الشيء يلي كنت جاي أطلبه منك، بس أنت عملتي يلي كان بدي إياه وأكتر. أنا ما تجرأت أطلب منك أكتر من إنه نطالع ماهيش ليحضر حفلة عيد ميلاده، وكنت حابة نقضي معه شوية وقت ونحتفل بعيد ميلاده سوا، بلكي بينبسط شوي. بس أنتي سمحتي لنا نقضي طول النهار معه ونطالعه من غرفته ويقعد معنا. شكراً كتير، شكراً إليك بنتي. ماما قالت لي إنك سمحتي لنا إنه نطالع بابا من الأبو. فيني أسألك ليش هيك عم تعاملينا بكل هاد الحب؟ وأنت ليش هالقد مصدوم؟ أنا قايلت لك من قبل إني رح طالع عمي ماهيش وبدي خليه يعيش حياة طبيعية. صح، لحتى تتشكري ما هيك؟ مفكرة أنا وأمي مو فهمانين عليك؟ طمني، نحن حاسين إنه لساتك بتحبينا، وخاصة أمي مو مصدقتك عم تقول إنك بتحبينا وبتحبي الكل، ومشان هيك بدك تطلعي بابا من الأبو لحتى تخلينا ننبسط. حتى أنا خلتيني أفهمك غلط وفكرت إنك أنسي، المهم إنك طلعتي بتحبينا لهلا. طيب معناتها لا تفهمني غلط، فكر وحس بشو ما بدك، بس لا تحكي عن الحب قدامي ولا تسألني عن شي لأني مو رايقة لهالأحاديث هلا. بعدين شو نسيت؟ أنا تسممت من شوي وتعبانة. صح، تسممتي عن جد نسيت، بس بصراحة أنتي مفوتيني بالحيط، بتكوني ناوية على شيء وبتعملي عكسه وبدون مبرر. هالمرة درتي تنبتي، والمرة الجاية شو؟ المرة الجاية أنا ما رح أسمح ينعاد هالشي. أنا قصدت أقول انتبهي على حالك، مو مشاني إلي بس مشان أبي. أنا بدي إياه يرجع لطبيعته ويطلع من الأبو، ولازم يشوف ويستوعب لمين عطى كل أملاكه. أنا كرمال إني رجع كل شيء لطبيعته، خاطرت بحياتي ومستقبلي واستغنيت عن كل أحلامي، وقبلاني أخسر كل شيء ما عاد يهمني، لأنه صار هدفي إني رجع حياة هي العيلة مثل ما كانت من قبل وبأسرع وقت ممكن. ما لازم أخسر. أنت ما بتعرف يا كاران إنه لساتني بحبك وبحب هالعيلة وبعتبرها عيلتي. أنت ما رح تلاحظ حبي لإلك هلا، بس بوعدك عن قريب إنه الكل رح يحس فيه. وقتها بكون وصلت للي بدي إياه ورح أكشف الحقيقة قدام الكل. وقتها رح تشوف بريتا الحقيقية، بريتا يلي بتحبك. مرت عمي كارينا، أنا جبت لكم خبر كتير حلو وجيت ركض بس لحتى أخبركم وفرحكم. شو هالخبر؟ مرت عمي اليوم عيد ميلاد ماهيش، صح؟ إيه بنتي. اليوم نحن رح نقدر نطالع ماهيش من الأبو ونخليه يقعد بيناتنا. رح نحتفل بعيد ميلاده مع بعض ورح يقدر يقضي طول النهار معنا. مرت عمي عن جد؟ انتي عم تحكي عن جد؟ ايه يعني نحن رح نحتفل بعيد ميلاد ماهيش وهو رح يكون معنا؟ شو حلو عن جد، هذا الخبر حلو كتير. بس دكاترة قالوا لنا ممنوع يطلع. يعني الدكاترة هن اللي قالوا لنا انه ممنوع يطلع.
ولازم نخلي عمي ماهيش قاعد بالأبو لأنه وضعه لسه ما استقر لهلا. ممكن يعصب ويهجم علينا بأي لحظة ويأذي شي حدا فينا. مزبوط بريدفي؟ اهدى بريتا، لقيت حل هالمشكلة. بريتا قالت لي إنه ماهيش بيعصب وقت فجأة يشوف ناس كتار حواليه، أو وقت يتغير الجو يلي قاعد فيه، أو وقت يكون خايف من الناس إنهم يؤذوه، وهي الأسباب بتخليه عدائي. ولا تنسى إنه مونا كانت تضربه وتأذيه، وهو لهيك هجم عليها المرة الماضية. بس مونا طلعت من البيت، ما عاد في سبب ليخاف. اليوم عيد ميلاد ماهيش، وهو رح يقدر يحتفل فيه مع عائلته وينبسط معنا. مرت عمي، ما بتتخيلي أنا قديش مبسوطة بهالخبر الحلو. بعد ما كنت فاقدة الأمل على الآخر، ما كنت متوقعة أقدر أحتفل بعيد ميلاد ماهيش مرة تانية، بس طلعت غلطانة. بريتا قالت لي إنه فينا نعمل حفلة بس هتضيق ونحتفل فيه لحالنا المساء. راكي أنت عن جد فرحتيني كتير بهالخبر، ما بتتصوري قديش أنا مبسوطة هلا. بكل السنين الماضية كنت احتفل بعيد ميلادي واعمل له حفلة كبيرة، بس باخر سنتين انا ما عاد قدرت اعانق ابني بعيد ميلاده وعايد عليه. لهيك انا اليوم مبسوطة كتير كتير مبسوطة. بس مرت عمي، لشو كل هالدموع هي؟ يا بنتي وقت الواحد يكون مبسوط كتير بصير دموعه تنزل لحاله. هي دموع الفرح حبيبتي. شبك جيريش، مبين مصدوم، بس هي دموع الفرح. وطبيعي إنه نفرح، يعني خالي ماهيش وأخيراً حيقدر يحتفل بعيد ميلاده وعيلته حوالي، يعني حيطلع من الأبو، لهيك كلنا فرحانين. عن جد؟ طبعاً. وقت الاحتفال، وقت الاحتفال، وقت الاحتفال، وقت الاحتفال. شايفتك بريدفي، وهلأ أنت مضطر تستسلم للأمر الواقع، ومشان هيك أنا مبسوطة. فهمت عليكي، أنت شمتاني فيني، صايرة عم تتمادي كتير بتصرفاتك يا بريتا. شايفك مبسوطة ومفكرة حالك أنك انتصرتي علي، بس أنا بوعدك بوعدك أنه فرحتك هي ما رح تدوم كتير يا بريتا. لا ما حذرت، أنت ما رح تقدر تسرق فرحتي بعيلتي أبدا، لأنه هي البداية وبس. لسه في انتصارات كتيرة جاية بالمستقبل، ورح تشوف كيف عيلتي رح يضلوا مبسوطين، وهذا المهم عندي. ومشانهم رجعت، من قبل هنن كانوا لحالهم، بس أنا رجعت لحارب مشانهم، ورح واجه أعدائهم لحالي، ورح أحمي عيلتي من الوحوش يلي مثلك، واعتبر هالشي وعد مني. يلا أمشي، خلينا نطلع ماهيش من الأبو ونرجعوا على غرفتي. يلا مرت عمي. هاد جيريش بيعمل شاي كتير طيب، مزبوط؟ يلا شريستي، صار الوقت. صار وقت شو؟ شو بدنا نعمل؟ صار وقت الاحتفال بعمي ماهيش، لأنه اليوم بيكون عيد ميلاده. امشوا يلا، امشوا.